بسم الله الرحمن الرحيم. من الاسئله اللي ممكن تيجي ان هو يقول لي مثلا ايه، اعمل سيلكت على الحائط الفلاني، لازم احدده لك، يقول لك في الدور الفلاني بين الجريد كذا وجريد كذا اعمل سيلكت على الحائط دوت. تمام. طيب بعد ما عملت عليه سيلكت يقول لي مثلا ادخل غير في التايب، خش في الاستراكشر، يقول لي مثلا ايه اعمل انسيرت للاير وسميها ويكون فينيش ويكون السمك بتاعها مثلا 120. تمام. لما تعمل الحاجات ديت يقول لك طب شوف لي بقى الاريا بتاعتها كام او الفوليوم بتاعتها كام. تمام. فتعمل سيلكت تلاقي الاريا اختلفت وتلاقي الفوليوم اختلف، فتكتب له الرقم اللي هو طالبه بالملي، يعني من غير ما تقعد تختصر او كده الا اللي هو طلبه منك الاختصار. اللي ممكن يطلبه مني تاني، دي امثله من نماذج الامتحان، مش لازم الامتحان يجي بنص كده، بس هي الفكره واحده. يعني ممكن بدل ما يقول لك حدد حيطه يقول لك حدد عمود، يقول لك حدد مثلا الفلور دوت عدل فيه، يقول لي مثلا الفلور دوت بدل ما هو بين الجريد A للجريد C خليه بين الجريد A والجريد B وهات لي الفوليوم. تمام. ممكن يقول لي طب اعمل لي سكادول للحوائط وهات لي المجموع بتاعهم، فاجي هنا اقول له من فيو اعمل لي سكادول للحوائط تمام، اقول له الوول اوكي، هيقول لي انت عايز ايه، اقول له مثلا انا محتاج الاريا، محتاج الكاونت، محتاج النيم، هو يقول لي ايه الحاجات اللي تضيفها. طيب تمام. ممكن يقول لي هات لي مثلا مجموع الاريا، فهاجي هنا اقول له الاريا، هحط له فيلد فورمات، احط له فيلد فورمات عشان اظبط الوحدات. تمام. هقول له ايه، هات لي السورتنج اند جروبنج، هقول له الاريا، هات لي الجراوند توتال بتاعتها. تمام. ممكن تعمل فلتر تقول مثلا انا عايز الحاجه الفلانيه اللي هي ليها خصائص معينه، تعمل فلتر ليها. اوكي. هيبدا يعمل لك طب انا عايز بقى اعرف مجموع الاريا قد ايه، فادخل هنا اديت، هقول له كالكوليت توتال، من الفورماتنج هقول له كالكوليت توتال. اوكي. هيبدا يجمع لي مجموع الاريا دي كلها قد ايه. ايه الحاجه اللي ممكن نجيبها لي بعد كده؟ ممكن يقول لي طب اعمل لي فيو مثلا، انت عملت قبل كده سكادول، اعمل لي درافتنج فيو. ماشي. طيب ويقول لي اكتب لي تكست او اكتب او اعمل لي دايمنشن او اعمل لي اي حاجه. تمام. تكست مثلا، او يقول لي ارسم ديتيل لاين، خلينا مثلا تكست. ماشي. ويحدد لي نوع التكست بالظبط. تمام. وبعد كده يقول لي ايه اعمل له روتيت كذا، روتيت مثلا 45. وبعد كده يجيب لي في الشكل اللي تحت صورة ليها كده وصورة ليها بشكل تاني. تمام. وصورة ليها بشكل رابع وخامس، ويقول لي ايه انهي شكل فيهم اللي طلع لك. فلو مشيت على الخطوات مظبوطه هتطلع لك الحاجه مظبوطه. تمام. وما تقولش لا الطيب الشفري، لا امشي زي ما هو عايز. تمام. على اساس ان ايه ان شاء الله تجيب الفول مارك باذن الله.